خلال تشييع جنازة مسؤول كبير في الدولة بالجزائر، فوجئ عدد من الجزائريين بلقطة غير مألوفة وأثارت استهجانا خاصة على فيسبوك وتويتر. هذه اللقطة من قناة الحياة الجزائرية هي لحظة تقبيل مواطن جزائري يد مسؤول كبير في الدولة، وحتى إن لم يكن يتقلد منصبا رسميا فهو مستشار للرئيس، إنه شقيقه السعيد. هذه عينة من التعليقات التي ربما ظهرت. حناف عبد الرزاق، قبل أن أعلق، لا أعلم لماذا باس يد أخ الرئيس. ممكن هذا الشاب كان عنده مشكل وقصد هذا الشخص وحل له المشكل قبل اتهام أو قذف أي إنسان ذكرا أو أنثى. يجب تأكد قبل أن تقعوا في الإثم. سداس عبد الوهاب، لا نستطيع معرفة بالضبط ماذا حصل. هل فعلا السيد الذي قام بهذا الفعل مريض أو في كامل قواه العقلية؟ ومهما يكن، الشعب الجزائري كله لن يقبل بهذا العمل. نبوس الأيدي من أجل قضاء الحوائج لن يدخل في مخيلتي. الله يهديها أو يهدينا. أسامة الأخضر، 80% من الشعب لو سمحت له نصف فرصة فقط سيفعل أكثر في الواقع. الواقع مرير جدا. انظر ماذا يحدث للمؤسسات والإدارات المسؤول إذا لماذا انتشرت المحاباة وسوء التسيير والفساد. قادة بن عمار، من يشاهد الصور القادمة من جنازة مراد مدلسي أو مدلسي لن يحتاج إلى جهد خارق لإدراك أن 99% من المشيعين أتوا لرؤية شقيق الرئيس ككل الجنائز الرسمية وليس لشيء آخر. الجنازة كانت لمراد مدلسي رئيس المجلس الدستوري، ويعد الشخصية الثانية في البلاد بعد رئيس الجمهورية. توفي بعد صراع طويل مع المرض وتقلد مناصب رسمية عدة. الجنازة لم يحضرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لكن حضرها شقيقاه هما سعيد وناصر. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.